شيخنا سعيد يتواصل الحديث في هذه الحلقات عن الحج، وتوقفنا عند ركن السعي. اليوم نخصص بداية هذا اللقاء عن ركن السعي، فما هو دليل الوجوب عن ركن السعي في الحج؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وقد ثبتت أدلة تدل على ركنية هذا الأمر أو هذا الفعل اللي هو السعي بين الصفا والمروة. قبل أن نذكر الدليل لابد من معرفة بعض المسائل المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة. جبل الصفا وجبل المروة، يقابله جبل المروة، جبلين صغيرين. ليس شرطا أن يصعد الحاج فوق الجبل، هذا الجبل الصغير، لأنه ما بقي فيه إلا القليل، ليس شرطا. لذلك في هذه السنوات الأخيرة عملوا له يعني كأنه حاجز، يعني يمنع الحجاج ويمنع المعتمرين من الصعود، لأنهم يضعون أنفسهم وغيرهم في حرج. يستقبل الحاج الكعبة المشرفة ويدعو من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله والله أكبر، وبعدين يقول دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقرأ الآية أولا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا دليل في الوقت نفسه يجيبك عن السؤال. إن في سورة البقرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقرأ هذه الآية من سورة البقرة الآية 158، ثم يقرأ هذا الدعاء إذا كان يحفظه مكتوب في بين يديه، يعني في ورقة أو في كراسة أو دليل الحج إذا كان يرافقه دليل الحج والعمرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يذكر هذا الدعاء 3 مرات ثم يشرع في السعي. وحينما يصل إلى ما بين يعني العالمين أو الأخضرين، نعم، العمودين، يهرول قليلا بالنسبة للرجال دون النساء إلى أن يصل إلى المروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة بما بدأ الله به. نعم، لذلك يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ليقول حديث جابر، نبدأ، يعني يتحدث عن السعي، قالك بما بدأ به الله، نبدأ بما بدأ الله به. يقرأ الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني لو كان الحاج أو المعتمر بدأ سعيه من المروة تجاه الصفا يعتبر هذا الشوط ملغيا، يلغى هذا الشوط الأول، يلغى الشوط الأول حينما يصل إلى الصفا، يبدأ في حساب جديد. لذلك ما يقولش واحد كما قال أحدهم، قال لك المهم 7 شواط، نبدأ يعني شغل عنده دوروبير، عنده 2 معالم، يبدأ من واحد منهم وينتهي عند الآخر، لا، ولكن يبدأ بما بدأ الله به. ربي قال في القرآن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة. يبدأ بالصفا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، من الصفا إلى المروة شوط ثالث، إلى النهاية الشوط السابع ينتهي بالمروة. إذن كخلاصة، يبدأ بالصفا الشوط الأول وينتهي في الشوط الأخير بالمروة. في حديث آخر صحيح أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا، صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فإن الله فرض عليكم السعي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صريح صحيح يبين ركنية هذا الركن، فضلا عن حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه خذوا عني مناسككم. وهذا هو ركن السعي بالنسبة للجواب عن سؤال الركنية.